لو الحكاية فيها إن فيتو في طريق البائعين لتلك البائعين طبعا عشان يقنعوا المريض إن هي دي حاجة مؤثرة وبتجيب نتيجة وإن هو زيه زي الصيدلية، ليه يروح يجيب من الصيدلية طالما ده سعره أرخص؟ فهو ممكن بيقعد يقول إن هو خدها مثلا تبع التأمين، يعني تبع التأمين أو في صيدلي مديها له، أو وطبعا بيبيعها بنص الثمن. هو ممكن تكون منتهية الصلاحية، يعني ممكن تكون عبوات فعلا أصلية بس منتهية الصلاحية، ممكن تكون أدوية المحتوى فيها ما يكونش مظبوط. طيب تأثير الأدوية المنتهية الصلاحية على الأسرة؟ الأدوية المنتهية الصلاحية هي علميا الأدوية المنتهية الصلاحية بتقعد لمدة 6 شهور بعد فترتها بتشتغل. حاجة اسمها كايناتكس كده، يعني هي نسبة الدواء بيقل بس المفعول بتاعها بيقل. بس طبعا للضمان يعني احسن طبعا الواحد ما يستخدمش ادويه منتهيه الصلاحيه، وطالما يعني مصرح ان هي ما تكونش موجود في الصيدليات، لان هي برده ممكن يكون ليها اضرار تانية، ممكن ما تجيبش نتيجه اصلا فالمرض يزيد. فهو ده برده نوع من انواع الغش يعني. تمام. طبعا بيكون نسبه الادويه المغشوشه في الدول الناميه بتكون طبعا اعلى بكتير جدا في الدول نسبه عاليه جدا. نسبه احنا كمصر نسبتها كام؟ لا هي مش متحدده بالظبط يعني. طب بس الدول الناميه بالدول الناميه مثلا حوالي 70% بتنزل في الدول الناميه.